السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني على الجزائري قادري، وين رسميا ينضم الى نادي قطري، الى النادي العربي القطري، الدوري القطري، مقابل 5 ملايين يورو مثل ما تكلمنا عليه من قبل. يعني يوم الاثنين تكلمت عليه، يوم الاثنين وتكلمت عليه مقبل فانيكا، ماشي غير يوم الاثنين. هذه هي، باش يكون على بالكم، باش ندخلوا في الاولى. شتي قضيه تاع بلايلي وبلايلي والصحافه تاعنا، واحد الاعلاميين في الفيسبوك اللي قاضبين، اللي عندهم اعلامي ثالث سيب عنده 20 باجا يخدم بها، يقلب كل خطا يقلب لك اسم. هذو لهم بلايلي، واحد يقولوا يدي 700 مليون، واحد يقولوا يدي 500، واحد يدي 6 مليار، واحد يدي من، واحد يدي من. هذو من اجل التغطية على هذا نسيم قادري. خاطش علاه انا نقول لكم ونعاود لكم، جماعة ركزوا مليح على نسيم قادري باش يكون في التربص الجاي. يجيبه، لازم يجيبه، لازم نقلبوا عليهم الفيستا، الطابلة تنقلب عليهم. إلا كم باغيين، إلا كم وطنيين، ما نبقاوش فلان ما يجي فلان. اوه لا، هو كيما ذاك المخنث داير علام تاع اسرائيل، داير علام لنا، داير منا، يكذب، مشي عارف وزير اول، مشي عارف وزير ثاني، مشي عارف وزير رابع، مشي عارف. ايه على الله، ايه دبير وصايك، ايه دبير وصايك، كذب في كذب. ناس مين تبغي تكذب؟ هاي على ما يهضروش على نسيم قادري، علام ساكتين. شكون اللي يهضر على نسيم قادري؟ الا الوطنيين، الا اللي يبغي كرة القدم الجزائرية، اللي يبغي المنتخب الوطني الجزائري. خاطش اليوم راه عندنا ماندي، اليوم راه عندنا ماندي، ماندي راه يكبر ماشي صغار. هذا قادر يجي في بلاصة ماندي ويزيد بيخونوا لعاب من اتليتيكو مدريد، فين كانوا راهم معاه صايك، هذاك راهم معاه الا ما زادوش الدواح. هذه هي وين اعلن نادي اسبانيول المنافس في الدور الاسباني يوم الخميس انتقال مدافع ذو الاصول الجزائريه وسيم قادري الى النادي العربي المنافس في الدور القطري مقابل 5 ملايين يورو مثل ما تكلمنا عنها من قبل. وقال نادي الكتالوني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اتفاق مع نادي القطري ينص على أولوية في إعادة الحصول على خدمات اللعاب بالإضافة الى جزء من حقوق البيع الافتراضي في المستقبل. واكمل امام يعني نسيم هذا في هذه المرحلة الجديدة وين فرصة فريدة للتألق، ونشكره على تعامله الراقي خلال الفترة التي لعبها في صفوف النادي، ونتمنى له كل التوفيق على الصعيدين الشخصي والمهني. أيوا هذه يا، خلوهم يروحوا، خلوهم يروحوا، معليش أنا صفقوا، حنا صفقوا، صفقوا يدوكم الهيشر يدور الآي كرعين كو يجاو رجالة، هذو كرعين الجاج كو يجاو رجالة وتصيبهم سايقين الناس. والله العظيم والله ما تغيظك، بصح كي تشوف كيما هكا تصيبو يتبع فيهم، بعد تصيبو يتبع فيه وحدة تعايل في واحد، واحد يعايل في وحدة، وحي كيما هكا مكانش. أنا نقولكم هاك تشوف كيفاش. وشارك ابن 18 عام ذو الأصول الجزائرية في 9 مباريات رسمية خلال الموسم الماضي بقميص إسبانيول في مختلف المسابقات. شو الوقت نقول لكم، نهضروا حاجة صغيرة برك، صغيرة 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 برك. والله لا خليها، معليش، لا لا لا، راني عارف شكاين، والله ربي لك شبكم، والله العظيم الى ربي لك شبكم. سهل قاعد كاين اللي يجيد لك هاك شو بير، او بالك هذا راح على جل مادي ورياضي. لا ما تقوليش مادي ورياضي، تقولناش مادي ورياضي، خاطش على قطر دارت الجزائريين للاسف وهما خونه، باعوا الأمانة واستغلوا تعاطف الشعب الجزائري،
سرية خالية يعني سرية تعمل في أوروبا من أجل استقطاب مواهب جزائرية عادية. لو كان تروحوا تشوفوا 2011 2000 شكون كيفاش وين شراو لعابة من السودان شو اليوم يعني وين نتكلموا عن مسيرة وسيم قادري. خاطر كاين بزاف يقول لك هاو قادري جا لهنا وكيسموه سلاطني ما بغاش يستقبل والو بالنا الاغا الاغا فين جا هنايا وهدر عليه المشرف تاعكم على ما يجيبهاش على الاغا ما يجيبهاش الاغا على ما يجيبهاش شي كان يقول باللي وطني وكان يضرب به المثل على ما يجيبهاش وعلى راكم ساكتين على الاغا صديقي الاغا الى ما كانش هذا الخطره في هذه الانتقالات هذه الى ما كانش قرعوا له المشتل الجايه غادي تسيبوه راح يلعب في قطر الاغا الناس تاع تاع ليون بغيت تعاقلوا على بالكم بها الى ما جاش هذا الخطره الى ما داوش هذا الخطره خاطر انا على بالي مليون داخل له كي نقول لك مليون داخل والله لا عندي رسمي خويا راني نهضر معكم الحقيقه انايا انا والله لا انا والله لا نقول لكم بالصح هذا الاغا هذا اللي كان يشكر فيه المشرف تاعكم كان قادر يجيبوا الجزائر لا كيما وسيم قادري مين قال لك باللي كيسموه يا ربي صلاتني ما بغاش يعيط له درنا مور صلاتني ما بغاش يعيط له من 2020 لليوم درنا 10 تربصات كان قادر يعيط له لا المشرف تاعكم كان قادر يعيط له بصح ما عيطلاش الاغا سمعنا الاغا يعني اشهار تاع اغا هما باش يضربوا به عوار وكلش كيما سمعنا اشهار على العريبي سمعنا اشهار كبير على الاغا الا ما راحش اغا هذه الخطره لقطر غادي في المشتى غادي تسيبو في قطر انا نقول لكم ويروح بشكاره اليوم غادي تبيعها بشكاره بيعوا بسبع ملايين ثمن ملايين طلع 10 ملايين اورو جاي صغير عقلوا عليا بلاش راني نقول لكم ردود الاسم معاكم مليح في رسالكم يا خاوتي ردود الاسم مليح باش تعقلوا عليها مليح ويعد قادري اصغر لاعب جزائري شارك في مباراة الدوري الاسباني وذلك بعمر 17 عام و7 اشهر اليوم عنده 18 عام وسبق لأي في إنجاز غير مسبوق لأي لاعب جزائري وكذلك في بداية الموسم الماضي ما نقولوا جزائري دروكا قولوا قطرية إلا ما جابوش الخطر في سبتمبر قولوا قطري قولوا قطري مؤمن لنا بيان عليها لنا بيان برحمة الله مؤمن خويا ها رانا نتبعوك مؤمن على بالك رانا نقرعوا لي ستاتي تاعك تحكي نقرع عليهم أنا ماذا بيك خويا لنا بيان علي هذا ما درتوش باين ما يهمكم ما يهمكمش يهمكم مدرب برك ما زلت تشوفوا ما زال شويه راكم يب شويه وسبق اللي قادر ان شارك مع المنتخب الجزائري تحت 18 عام انا كنت تقولوا ماذا بكم قولوا لنا اخرى حمري كيفاش راحت المغرب كيف جات هنا تربص وبعد راحت ال يا قولوا لنا تعرفوا تعرفوا انتوما قاس قاس مع قاس قاس قصح ايوا راني كل خطره نزيدك شويه حر سي قاصحي تنجم تقولنا هذا نقول لك اسمك ديريكت سي قاصحي تنجم تقولنا أنيسة الحمري كيفاش راحت المغرب تنجم تقولنا قولوا لنا برحمة الوالدين ياه قولوا لنا خبرونا الشعب هذا باغي يسهم شويه الا بغى يسهم قاعد كاين اللي لا غالب كاين اللي كيسيب فيها يسيب فيها مشرف ولا يسيب فيها ما يبغوش يسهموا هذه يا خويا
اي وي، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم خاوتي وصحيتكم.